رابع سموذي معانا هو التوت بالزبادي. طب ما عندناش توت، فرزت وخلصت كل اللي موجود عندي عشان عملت بيه وصفات، لان انا بستخدم معاكم التوت المصري في وصفات كتيره جدا والموسم بتاعه قليل، فبجد بجد نصيحه مني الحقوا فرزوا اكبر كميه ممكن تقدروا عليها. معايا توت ومعايا زبادي. هنا انا ارشح ان احنا نستخدم زبادي يوناني. ليه؟ لان هو نسبه البروتين فيه اعلى فبيشبع اكتر. ما عنديش زبادي يوناني، هحط زبادي عادي. ما عنديش زبادي، حطه رايب. خلاص. معايا كمان موز، وزي ما قلنا الموز عايزينه مجمد عشان يديني القوام اللي انا عايزاه من السموذي، ولبن او اي بديل من اللبن زي ما قلنا تقدروا تستخدموا لبن لوز، لبن شوفان، لبن جوز هند، لبن كامل الدسم، لبن خالي الدسم، الخيار اللي انتم متعودين تستخدموه. انا هنا بفضل استخدام اللبن النص دسم. ومعايا التلج بتاعي. الموز هنا هو مش بس مصدر طاقة، هو كمان بيظبط السمك او القوام بتاع السموذي بتاعي بتاع العصير. انا هنا حاطة ايه، ميكس من كل انواع التوت اللي عندي. لو عندي نوع واحد بس هستخدمه، عندي نوعين هستخدمهم. ما عنديش توت خالص زي ما قلنا نقدر نستبدله بايه، بفراولة. نشط التلج هنا، احلى حاجه في السموذي درجه حرارته انه يبقى ساقع، فلما تاخدوه تحسوا كده ايه بانتعاش، تحسوا انه احنا في الصيف ودي حاجه منعشه مش حاجه بتبقى تقيله كده.